الف مليون مبروك لكوماندوز كرة اليد بعد الفوز على فريق عين توتال الجزائري في البطوله العربيه في اول مباراه في طبعا البطوله العربيه المؤهله لكاس العالم للانديه الف مليون مبروك للاستاذ احمد مرتضى منصور بعد طبعا سفر اللعيبه وانه اصر على سفر نادي الزمالك والبعثه اللي ما كان فيه صعوبات جدا واجهها نادي الزمالك صعوبات كبيره جدا واجهها نادي الزمالك آه قبل السفر وما كانش فيه طبعا حد متوقع ان الفريق هيسافر لكن الاستاذ احمد مرتضى منصور قدر يتحمل المسؤوليه مع مجلس الاداره وتوجيهات طبعا المستشار مرتضى منصور وتحمل المسؤوليه وسفر اللعيبه عشان تكون مشاركه في البطوله العربيه الحقيقة اللعيبة يعني كانوا عند قدر المسؤولية وتحملوا الإجهاد وتحملوا إجهاد السفر وراحوا فعلا ولعبوا ماتش ولا أروع وفازوا في هذه المباراة 34-28 كانت مباراة قوية جدا لكوماندوز اليد وده طبعا يحسب للمستشار مرتضى منصور اللي دايما بشكره هنا لما بيعمل حاجه كويسه وما تستغربوش ان احنا نشكره لانه داعم دايما لنادي الزمالك رغم انه تخلى عن منصبه الفترة الأخيرة كأحد محبي نادي الزمالك لكن بيعمل من خارج نادي الزمالك على استقرار النادي ودايما بيحل الأزمات اللي موجودة داخل نادي الزمالك دايما بتشوفوا الحاجات بسيطة كده داخل نادي الزمالك يعني الحجز على الأرصدة ده موقف نادي الزمالك وعامل مشاكل كتير جدا داخل نادي الزمالك ما تشوفوش الحاجة عادية يعني الحجز على الأرصدة ده لما مستشار مرتضى منصور راح اتحاد الكرة مثلاً وايد اللعيبه في القائمه الاولى ده مش حدث عادي في ظل الظروف اللي بتحصل والظروف الطاحنه الماليه اللي موجوده في نادي الزمالك دي مش حاجه عاديه خالص لكن اللعيبه دي كانت ممكن تبقى فري في يوم من الايام وتروح نادي تاني او تتعاقد مع نادي تاني ساعتها هيقول المستشار مرتضى منصور ما قدرش يايد اللعيبه وازاي اللعيبه دي مشيت اللعيبه دي ازاي تمشي لكن لازم ندي لكل واحد حقه هنا في برنامج زملكاوي والازمات اللي موجوده يا جماعه صعبه جدا على نادي الزمالك وصعبه جدا على اي نادي يكون موجود وبينافس ومطالب منه انه ياخد بطولات